حياكم الله احبابنا، يا اهلا مرحبا فيكم، نرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه. اطلقت وزاره الداخليه متمثله بالاداره العامه للمرور خدمه جديده للمواطنين والمقيمين، وهي تجديد رخص القياده الكترونيا. يعني تنزل ابلكيشن عندك بالتليفون وتجدد الرخصه. تجدد رخصتي صوره ما صوره كلها بالابلكيشن يبا، من خلال الموقع ابلكيشن. ان شاء الله بالطريق احنا الان من خلال الموقع الخاص بالوزاره مثل ما بلغوني الاخوان بالكنترول، وراح يتم استلام الرخصه الجديده من خلال الاجهزه المتاحه في مختلف محافظات الدوله. يعني راح يوفرون اجهزه تستلم منها هذه الرخصه او اجازه القياده او السوق، اخر شو سميتوا اخر شيء؟ رخصه سوقيه اساسا، رخصه سوق. هذه رخصه سوق. عموما راح نتكلم عن هذه الخدمه الجديده وطريقه استخدامها والاجراءات مع ضيوفنا بالاستديو، لكن بعد ما نشاهد هذا التقرير نرجع لكم ان شاء الله. بداية أرحب بالعقيد خالد عبد الله العدواني، وهو رئيس المكتب الفني بالإدارة العامة للمرور. مساك الله بالخير عقيد خالد، وحياك الله. مساك الله بالنور وحياكم الله، وتشرف أكون ضيف عندكم القناة. الشرف لنا وحياكم الله. أيضا أرحب بالمقدم ناصر عبد العزيز الرئيس، وهو رئيس قسم التخطيط بالإدارة العامة للمرور. مقدم ناصر مساك الله بالخير ويا هلا مرحبا فيك. كذلك مشاهدين الكرام الله يعطيكم العافية، مشكور. الله يعافيك ويسلمك وحياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. هلا فيكم أول شيء وحياكم الله مرة ثانية. نبي نتكلم عن مدى حرص وزارة الداخلية على مواكبة أحدث النظم وإنجاز معاملة المواطنين والمقيمين، أيضا إضافة خدمة إلكترونية جديدة. صحيح. تجديد رخصة القيادة إلكترونيا، لو تكلمنا بالتفصيل عن هالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أمسي عليكم على مشاهدين الكرام. إحنا كإدارة عامة للمرور إدارة خدمية، يعني ارتبط بالمواطن المقيم على مدار اليوم، على مدار الخدمات بالموسم كله. يعني الحمد لله، يعني احنا ابتدينا قبل الخدمه هذه كان في خدمه عن طريق تاخذ الموعد عن طريق الاونلاين، موعد الاختبار طبعا، كانت هذه اول خطوه. احنا هذه خطوه ثانيه، تجديد الرخصه عن طريق الاونلاين. يعني بدل لا يراجع وياخذ ليطلع الرخصه من مكانه ويروح لاداره عامه المرور يسبب زحمه على الطريق، يسبب زحمه عندنا بالمبنى، احنا وفرنا عليه هالمكان، يدش عن طريق الموقع موقع وزاره الداخليه ويسوي ريجستر ويحط له حساب ويجدد ويدفع رسومه، وبدل لا يراجعنا ولا يسوي لنا زحمه ولا يسبب لنفسه زحمه ولا يتعب نفسه ولا يسوي على الطريق، روح اقرب مكان لاجهزه الخدمه الذاتيه اللي موجوده سواء بالافنيوز وبالكوت وبالمرور، مرور العاصمه، مرور حولي، هذه مؤقت ان شاء الله. هذه الاجهزه راح تتوزع في اماكن البلد كلها، ومنها يسهل على الناس. يعني طريقه تجديد رخص القياده، احنا عندنا ضغط بالتجديد، يعني قبل كان يجدد المقيم على 10 سنوات، الحين صارت مع الاقامه، فصار في ضغط في هالجانب، احنا لازم نحط حل لهالضغط. الحمد لله الحمد، هذه اطلقت يعني خدمه الاولى يمكن من استعاوى الخليج انها تطبع الرخصه في نفس المكان. يعني ما هي نفس البطاقه، مثلا البطاقه المدنيه جزاهم الله خير الخدمه هذه تخزيني، لا احنا تطبع، يعني تروح تاخذ ليسنك يطبع ليسنك في نفس المكان من دقيقة ونص إلى 3 دقائق. يعني هذا في الأماكن اللي حددتها، احنا حاليا موزعة بالأفنيوز وبالكوت وبمحافظة بمرور العاصمة ومرور حولي كفترة أولية، وبعدين ان شاء الله تروح. يعني نصك خدمه المواطن الموجوده بالافنيو والكوت؟ لا مرور حول مجمع الافنيوز في 4 اجهزه موجوده حاليا، صار اسبوعين موجودين. يتعامل مع الجهاز شلون؟ يضع الرقم المدني او لا؟ يروح يحط بطاقته، يطلع له اليوزر نيم ماله اللي حاطه بالموقع، يحط اليوزر نيم ماله، يحط بطاقته المدنيه اول شيء، يحط اليوزر نيم ماله، يشيك على سنه، هذه لسنه، يقول له اطبع، ياخذ بطاقته اول شيء عشان ما ينساها، نفس بطاقه البنك لازم ياخذ بطاقته اول شيء، بعدين يقول له اضع رخصة السوق القديمة، يحطها خلال دقيقتين إلى دقيقتين ونص، ياخذ له سنة، دافع رسومه هو خالص أونلاين، كله خالص هو دافع رسومه. طبعا هذا التجديد خدمة أولية، تتبعها إن شاء الله خلال أسبوع خدمتين أخرى، هي بدل فاقد وبدل تالف في نفس الموضوع، راح إن شاء الله تفصل فيها العقيد المقدم ناصر الرئيس إن شاء الله. يعني بالعكس هم كذي وايد مسهلين على الناس، يعني كافي إنه موجود بالأفنيوز، منو ما يروح للأفنيوز هالأيام؟ صحيح. مقدم ناصر مساك الله بالخير. مساك الله حياك الله، اسئله كثيره عندنا الصراحه، عرفت وانا قاعد اجهز واخذ من حكي واسجل. هذه الخدمه الان اكد على الناس بانها الان تشتغل، هذه الخدمه اونلاين الان شغاله يقدر الاليه، بس لو تشرحها له، وخصوصا اذا كان يعني من كبار السن ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الخطوات الخدمه من بدايتها تدش موقع وزاره الداخليه عن طريق التلفون او الكمبيوتر، تسجل اللي هو فتح اكاونت او حساب شخصي، تحط البيانات المطلوبه، ومن بعدها تدش على الخدمات الالكترونيه وتختار تجديد الرخصه. مبدئيا احنا بس راح مبدئيا اللي اطلقناها لتجديد الرخصه، وان شاء الله المستقبل راح يكون في بدل فاقد بدل تالف قريب ان شاء الله، وبعدها راح يكون ان شاء الله اصدار.
يختار تجديد الرخصة، من بعدها يتأكد إذا ما عليه مخالفات، إذا عليه مخالفات يدفعها بنفس الوقت. لا، ملزوم إنه يدفع. ملزوم إنه يدفع المخالفات. يعني ما يعطي الخطوة إنه يسدد الرسوم إلا لما يدفع مخالفاته، ويقول له شنو مخالفاتك والوقت البيانات كاملة. من بعد ما يدفع مخالفاته يدفع الرسوم طبعا كل سنة على حسب الشخص إذا كان كويتي أو مقيم. من بعدها راح يجي له مسج على تلفونه أو على الإيميل تم قبول العملية، ويحط له مواقع الأجهزة اللي مساعد سألت عنها أخوي خالد. كل جهاز وين مكانه ولمتى متوفر وقت اللي هو فيه، مثلا مجمع يسكر ساعة كم يحطها. الأجهزة موجودة عندنا حاليا بالأفنيوز فيس فور وبالكوت أو مدخل رئيسي على اليسار، مرور العاصمة نفسها المبنى الرئيسي عند رخص سوق العاصمة، كذلك رخص سوق محافظة حولي. لكن الطريقة التقليدية شغالة إلى الآن؟ شغالة طبعا. شغالة موجود. شغالة موجود. أوكي، بالنسبة حق الجهات اللي تعاونت مع وزارة الداخلية عشان تنفيذ هذه الخدمة الإلكترونية. والله الجهات، إحنا هذا المشروع مشروع مشاريع التنمية، مشاريع التنمية اللي وضعت صراحة وكان لها دور كبير، جهات كثيرة. أبتدي بالأمين العام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي كان داعم للمشروع صراحة، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ما ننسى دورهم في الجانب، وايضا الاداره عامه نظم معلومات عندنا بالوزاره. صحيح. يعني هذه كمنظومه واحده صراحه، هذا الدور صح اداره عامه. هذا اللي تعرضت لحريق قبل فتره، وين قبل 3 سنوات بس يعني لا 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 تطور وصار له يعني مخزون، تطورت لاكثر من هالموضوع صراحه. ممتاز. يعني موضوع الحريق انتهى، يعني الحين الحمد لله الحمد، هذه الخدمه من خدمات كثير. ترى احنا كوزاره الداخليه ما اتكلم عن مرور، يعني شفت الجواز الحين. صحيح. شفت الإقامة، يعني كل الخدمات باتجاه يعني ممكن بدا سنة خلاص انتهى. يعني احنا مو احنا نتواقع مع الناس، هذه خدمة لازم احنا مجبرين نقدمها صراحة. والجماعة أمانة الإدارة عامة نظم المعلومات متطورين في هالجانب، وخذوا خطوة كبيرة في هالجانب اللهم لك الحمد. طيب عقيد خالد، كبار السن انت بتقول شيء؟ قلت شغلة عن موضوع كبار السن. نعم. انا دشيت ودفعت وسويت كل شيء بس ما اعرف نظام، اقدر اروح لاداره عمل مرور بدون لا يصف دور، يروح كاونتر نفس اللي انت بتسافر يقول لك وين التشيك ان اونلاين، يروح هالمكان. لا انت، انا سويت شغله على الانترنت، ما تصف دور تروح تاخذ ليسنك. طبعا كبار السن والمعاقين احنا من قبل القانون اللي صدر لهم لهم خدمات خاصه، اقصد ما يعرفون الا مكتب. الاجهزه الذكيه بعضهم من سواء من نساء او من رجال اللي تتجدد رخصه العامل المنزل اللي احنا ما يعرفون. يعني لا دكتور احنا نمشي بخطين، نمشي بال الحديث المتطور اللي سهل على الناس، ونمشي بالإجراءات المتبعة الحالية أساسا. يعني يقدر يصف دور ويأخذ. يعني ما عندكم خطة مستقبلية لإلغاء الطريقة التقليدية؟ شوف إلغاء الطريقة إحنا ودنا صراحة، أنت تروح بيت السعودية هيك خدماتهم، تقول لي ما صار، الكل صار إلكتروني. إحنا نقدر نسوي هالخطوة، بس هالخطوة محتاجة خطوات قبلها صراحة. إحنا عندنا أي مقترح نبي نسويه لازم من جانب قانوني ومن جانب فني ومن جانب جميع الخطوات السفنية. هذه الفكرة تفضل فيها صحيح، إحنا كإدارة عامة المرور هذه نواة لخدمات أخرى. الفحص الفني يصير تأخذ وثيقتك عن طريق الأونلاين، تروح الفحص الفني تسوي فحصك وتروح الأجهزة نفسها وطلع دفتر سيارتك. هذه خطة موجودة مشاريع التنمية إن شاء الله على العام القادم، الفحص الفني والمركبات والاختبار في جميع الخدمات راح تصير أونلاين. إحنا شوي شوي خطوة خطوة، أنا ما أقدر بيوم وليلة. حتى صحيح. في كل شيء للتدرج، إحنا راح تدرج في الخدمات هذه إن شاء الله. دكتور جميلة ومميزة. إيه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. دائما الإنسان يعني يواجه صعوبات ومشاكل ممكن تواجه، شنو الصعوبات والمشاكل اللي واجهتوها في قسم التخطيط أثناء تنفيذ هذه الخطط؟ شيء الحمد لله، يعني الفترة اللي قبل إطلاق المشروع كان فيه اللي هي الفترة التست تجربة. فأغلب الأخطاء يعني الفنية اللي ممكن تعيق البرنامج تم حلها. بس الحين ما نسميها اخطاء اللي قاعد تواجهنا، اللي هي انت شلون تطول البرنامج، تقصر خطوه مثلا الحين حاليا مثلا تحط البطاقه المدنيه واليوزر نيم، نقلل الخطوات على اساس تسرع مقدم اللي على الهواء معنا. هذا شنو بالضبط اذا كنترول تعيد هذا؟ هذه المواقع الاجهزه طبعا. أيه. هذه صوره عن مواقع الاجهزه شلون راح تنعرض لك، وهذا الجهاز. هذا صوره الجهاز. مواقع الاجهزه كثيره، انت قلت لنا 4 مواقع. هذه خطوه اوليه. هذا شلون راح يعرض لك مواقع الاجهزه. طيب حاط لك طريقه راح تجدد فيها طبعا. العرض سريع. طيب نعيده بعد شوي، فكمل على كلام حضرتك قبل شوي. المشاكل اللي سويت خطوه تجريبيه اساسا. سوينا خلصنا خطوه تجريبيه الحمد لله. المشاكل واجهتوها؟ ما عندنا مشاكل، عندنا بس شلون نطور برامج خليه اكفأ من البرنامج الحالي على اساس انه لا يعلق او سير لا يعلق ويكون اسرع، بدل مثلا تاخذ 4 دقائق خلينا صارت 3 دقائق، وفي خطوه الحين راح نسويها راح تصير 2.5 دقائق. كل ما لو نسهل ومثلا الاصور
راح ان شاء الله يصير نتفق مع البطاقه المدنيه تبادل المعلومات ان صوره الطاقه المدنيه هي نفس راح تكون صوره الليسن. فمعناته ان الشخص المقيم اذا منتهي صلاحيه صورته ما راح يحتاج انه يروح ويسوي ابلود حق الصوره. طبعا البرنامج فيه باك اوفيس اللي هو المكاتب اللي اذا معاملتك تحتاج انك ترفع شيء بورق ما راح تروح المرور وتواجه الزحمه وصف الدور والهم اللي يصير بالنسبه حق المقيمين خاصه. راح بس مجرد ما انك ترفع ابلود الصوره والطاقه المدنيه وتنتظر باك اوفيس يوافق عليها خلال يوم او يومين وراح يوصل لك مسج تم قبول عمليتك سدد الرسوم وتوجه يعني حق قبول الصوره قصدك الصوره يعني مثلا انا اقول كان شنو الشغلات اللي يعني مثلا قاعد نطور عليها وقاعد تواجهنا انه ممتاز يعني ملاحظاتكم دقيقه جدا يعني قاعد يعني قاعد تحسون بمعاناه المراجع نفسه وقاعد تنقلون هذه المعاناه الى القيادات العليا وتطرحون هذه الافكار وتؤخذ بعين الاعتبار وتطبق على ارض الواقع يعني ما شاء الله مو تاركين اي تفصيل يعني بارك الله فيكم. الفتره اللي كنا نسوي فيها مو تست بدايه الانطلاق كنا نقعد بالمجمعات ونشوف شلون الاجهزه شغاله. الوافد لما ينقل لك الهم اللي كان يواجهه طبعا يعني الموظفين الموجودين برخص القياده مو مقصرين بس انت عارف الكميه اللي قاعد تجي باليوم يعني انت تنجز انت عندك كميه تقدر تنجزها وخلاص عقبها ما تقدر هذه الطاقه وهذا الطاقه الاستيعابيه حق المكان. لو قبل امس ما قلت لك قبل الرخصه الاجنبي 10 سنوات الحين صارت مرتبطه بالاقامه يعني اللي كان يمر قبل 10 سنوات قاعد يمر الحين سنوي او سنه ونص على حسب اقامته فهذا لازم له حل جذري لهالموضوع. هذا ينتهي اليوم هذا ينتهي اللي بعده صحيح ينصدم شلون يقول انا ما قعدت 5 دقائق طلعت ليسن. فالحمد لله يعني هالشيء مو بس وفر جهد ووقت على اللي يقع في مخالفات وهو ما يعلم عنها الإقامة هل هذا يضاف إلى السيستم يعني ما تجدد رخصته يعني واحد مقيم على حزن نيه راح يجدد رخصته عن طريق الجهاز لكن الجهاز يقول له يعطيه المعلومة أنا ما جدد لك الأسباب التالية تشوف أول شيء التجديد يكون عن طريق الموبايل أو الكمبيوتر يعني أنت لما تروح حق الجهاز مجرد ما انك تستلم ليسنك وتمشي اذا الكمبيوتر هو يقول لي اي يعني انت بالتليفون تسوي اجراءاتك بالبيت حتى لو قاعد وانت بمطعم ولا بكافيه يم الجهاز سوي شغلك كامل بالتليفون الجهاز من بعد ما يوافق لك العمليه بالضبط خلاص تكون جاهز تحط البطاقه المدنيه تحط اليوزر نيم 3 دقائق مطبوع الليسن. مقدم ناصر ما وافق الجهاز ما هل يعطيني الاسباب قصدك الابلكيشن الابلكيشن اللي قبل لا تروح الجهاز الابلكيشن ولا اونلاين هو ابلكيشن ينزل اونلاين في ابلكيشن ان شاء الله قريب والموقع هو اللي شغال يعني هو قصده ان الاونلاين لما تي انت تقدم على ما تخلص لا دكتور دكتور ما تخلص يعني تخلص من الاونلاين بعدين تروح تستلم دكتور ما تخلص ما يقول لك روح الا لما تكون خالص انا عارف اما اذا كان في عطل نفس ما تفضلت مثلا يقول لك وانت قاعد دش بدايته يقول لك لا ترى راجع اداره عامه المرور بس راجع اي مراجعه الاداره عامه المرور ما يعطيني الاسباب بالمحافظات ما يعطيني الاسباب يعني مثل اذا عندك مخالفه راح يقول لك ادفع مخالفتك اذا قال لك عندك صوره قديمه راح يقول لك سوي لها ابلود اذا مثلا يعني ماكو سبب الحين عندنا الا يمكن سببين يحتاج انك تجيب ورقه موثقه ان احنا نكون لازم نسلمها ان بس هالطلبين وراح ان شاء الله راح بعد الاتفاق مع جهات معينه راح يتحول باك اوفيس او الرخص الملغيه يعني في ناس غيروا المهنه احنا قرارنا 2014 صار قرار نوعي وصار يسكر هالموضوع يعني لما عندك واحد شخص يشتغل عندك حطيته انت سائق وبعدين لو خذ الليسن تغيرت طباع او كواي او حداد مقفول بالنظام عنده لما يدش يجدد يقول له ملغية رخصتك بناء على القرار كذا كذا هذا موجود الأشياء الحمد لله قرارات بعد فاصل بس زين قلت أنت ممتاز لكن هل السيرفر فعلا مرات راح يصير داون مثل ما يصير معانا بدخل على مخالفاتي ما لاقيها يا جماعة تتصل مني منك شو اللي حاصل والله السيرفر في ضغط على الحكي هذا نسمعه دائما هل تجاوزوا الجماعة بالداخلية والزحمة شنو الحل معها هل عندهم حلول مثل هذه الحلول أفكار تكنولوجية راح تقول التكنولوجيا عندنا في حل أزمة الزحمة بعد الفاصل إن شاء الله ابقوا معنا مشاهدينا رجعنا لكم من بعد الفاصل طبعا ومكملين مع ضيوفنا هذا الحوار ومثل ما تفضلتوا هذه الخدمة الإلكترونية وفرت على الناس التعني والتعب وبس حابين نسأل يعني غير خدمة تجديد الرخصة أنت مثل ما تفضلتوا وقلتوا أن في خدمات أخرى راح تكون لو ننوي حق المشاهدين مرة ثانية شنو راح تكون هذه الخدمات إن شاء الله خلال هالأسبوع إن شاء الله بدل فاقد وبدل تالف هالأسبوع إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله واحنا خطوه اوليه تجديد شفنا نفس ما تفضل الدكتور شوف في مشاكل في عيوب لا امور الحمد لله طيبه احصائيه كبيره بالتجديد لله الحمد خففت على المحافظات وخففت على المواطنين بامانه بدل لا يستأذن من دوامه يقدر يجدد هو يروح وطالع من دوامه يمر لافنيوز يمر مجمع يخلص شغله وياخذ ليسن ويمشي ان شاء الله الخطوه الثانيه بدل فاقد وبدل تالف اللي هي نسبتها اقل من التجديد التجديد نسبه كبيره الحمد لله ما صار في مشاكل بالخطوه الثانيه بدل فاقد وبدل تالف وان شاء الله نفس ما قلت لك خطوات كلها الكترون راح تجي تباعا لهالنقطه ان شاء الله حتى كشف الطبي حاليا لما واحد جدد قال له لا انت عندك كشف طبيب يروح على طول
اشعار يروح الجهاز يبلغه عندك كشف طبيب. كشف طبي بالنظام، واحد لابس نظاره فصل نظارته صار شيء، يقول روح راجع، روح راجع الكشف الطبي اللي هو قرطبه او فيه بالاحمدي وفيه بالجهره. نعم. يقدر يروح هناك يحط رقم المدني، يطلع له البيان، ياخذ تجديده، يقول للدكتور اوكي، يروح يرجع بالنظام يكمل الجراحه. يعني هو للحين يكتبون بالرخصه اذا عدسات او نظاره للحين بالخلف اذا واحد يلبس عدسات ونظاره؟ لا لا، هو مطلع رخصته كشف الطبيب قال نظاره، ممكن سوى بعدين ليزر او شيء، هنا يطلب منه يغير الصوره او يراجع الطبيب يقول له خلاص يعفي من النظاره ويعفى بالنظاره ان شاء الله. هذه كخطوه ان شاء الله. جميل. وهذا الحج اللي تفضل فيه العقيد خالد مقدم ناصر على المقيمين والمواطنين. نعم. اللي هو تجديد الرخصه، تجديد حاليا على المقيمين والمواطنين، واللي جاي بالطريق، اللي جاي بالطريق ان شاء الله كذلك التجديد، اسف البدل فاقد والبدل تالف للمواطنين والمقيمين. وان شاء الله الاصدار راح يكون مبدئيا للمواطنين. طبعا الاصدار قصدك استماره اول مره، يطبع الاستماره اول مره هذا فقط للمواطنين، يطبع الاستماره ايه؟ ويروح الفحص الطبي، الفحص الطبي يكون عن طريق الكمبيوتر، ما يحتاج ختم ورق، وعقبها يحدد الموعد اونلاين. طبعا الخدمه قديمه موجوده للموعد اونلاين، يحدد موعد اونلاين ويروح قسم الاختبار، موعد التراي قصدك التراي الاختبار. طيب. ويختبر، اذا نجح نفس الطريقه يروح حق الجهاز نفسه، راح يلقى الموافقه تاع موافقه طلب اصدار. اي جهاز يرجع حق الابلكيشن نفس الابلكيشن يدفع الرسوم فيها. ايه. لازم دفع. ويروح حق الجهاز احنا نسميه الكيوسك اللي هو جهاز الخدمه الذاتيه. نعم. يلقى طلب جاهز، يحط بطاقته المدنيه ويستلم لسنه. هذا فقط راح تكون للمواطنين. المواطنين. طبعا طيب. احنا نطمح ان نخدم فيها المواطنين والمقيمين. ومع الوقت مثل ما قالوا كنا نطور المشروع شوي شوي وان شاء الله، بس ان الافكار موجوده عندنا. صح. عقيد خالد، الموضوع الناس تسال عنه كثير الامانه، والاتصالات والكنترول يقول جميله وزاره الداخليه بافكارها. صح. الكثيره والمفيده واللي تسهل على الناس، لكن يا اخي احنا نعاني من مشكله السيرفرات. كل ما دخلنا على اونلاين الان هذا الجهاز، مثل الضغط اللي يصير عندكم بالمركز مثلا بخدمه المواطن، ما تقدر تخلص هذه الكميه. ايضا هذه الاجهزه في النهايه اجهزه يعني قابله للضغط، ما تتحمل جهاز في النهايه غير. صحيح. عن البشر. صحيح. فتعاملكم مع هذا الموضوع زين على ذلك، بس ما جهاز فنيات. انا جابت تقريبا المشروع كفنيات والمشروع كاداري وقانوني اخوي خالد. اذا فنيات برجع الاحصائيات، جهزنا احصائيات ان شاء الله. احصائيات البرنامج مو بس صار ابلكيشن وبس، احنا بلشنا فيه من اي تو زد. اول شيء البنية التحتية كسيرفرات انت قلتها، هذا تطور يعني لأجدد أحدث شيء، أحدث اللي يواصل كأجهزة إلكترونية من سيرفرات. هذا واحد. طريقة الربط اثنين. ثلاثة، الطابعات اللي متواجدة اللي كان عمرها 14 سنة و13 سنة كلها تغيرت من مراكز المرور وخدمات المواطن. كذلك حتى الشركات اللي مثلا اللي هي شركات التراي وغيره راح توفر هذه الأجهزة. الشغله الرابع، الجهاز اللي هو الخدمه الذاتيه هذه. فالبرنامج مو بس اقتصر على ابلكيشن، لا، بنيه تحتيه كامله، ربط اللي هو شبكه، ابلكيشن، والطابعات كلها تغيرت، وبالمستقبل حتى الرخصه راح تتغير. هذا كله مرتبط في سيرفر اساسي ومركزي موجود عندكم خاص بالمرور. خاص بالمرور. انا عارف خاص بالمرور. انت راح تربط مع البطاقه المدنيه، راح تربط مع الامور هذا كله في المستقبل. ما يأثر ما يأثر. حجم السيرفرات اللي عندك قدرتها الاستيعابيه مستقبليا، هل فيها يعني انا اعرف السيرفرات هذه مباني ضخمه. صحيح. كبيره تحمل سيرفرات خاضع لتكييف وغيره ونظام. صحيح. معين للحفاظ عليها وعلى جودتها بالتعاون مع اخواننا اللي بال نظم المعلومات، الاداره العامه لنظم المعلومات. ايه؟ طبعا هم لما نسوي المشروع يكونوا ويانا لجنه، هم متواجدين ويانا ويختارون الجهاز ومواصفاته. والحين في مبنى كامل بصبحان بس مجهز حق باك اوفيس يعني يعني وترى هم سيرفرين كامل الحين، وهم سيرفرين مو سيرفر واحد يعني. صحيح. السيرفر الرئيسي لو يصير داون السيرفر الثاني يشيله. صحيح. فيعني كفنيات الحمد لله كباك اب مثلا مساعد كامل كامل الحين كامل جماعه. يعني سالفه المعاناه هذه ان علم هذا ان شاء الله موجود ان شاء الله تنتهي ان شاء الله تنتهي. احصائيه اخر من طبقته هذا متى طبقته الاصدار؟ يعني قبل يومين تقريبا. لا الحين صارنا بنكمل اسبوعين. اسبوعين عطني خلال الاسبوعين اكيد عندكم احصائيه مبدئيه. احصائيه كبيره الحمد. يعني احنا قبل بالتجديد امانه كانوا يعانون موضوع التجديد، يعني كنا ممكن بالاسبوع ناخذ 600 ل 700 بجميع المحافظات. احنا بس بالاجهزه الذكيه الخدمه خلال اسبوع وصلنا 2000 وشيء، 2100 الحين وصلنا ودشينا بال 3000 تجديد خلال اسبوعين لله الحمد بدون مشاكل، مشاكل بسيطه لا تذكر. هذه 3000 كانوا ممكن يسوي لي مشكله بالمرور، ممكن يسوي لي زحمه، ممكن يسوي لي على حتى المحافظات عندي زحمه. يعني صراحه يعني سهلنا شيء كبير. احنا دورنا هذا وله منا من صراحه واجب نقدمه لخدمات اخرى ان شاء الله نسهلها للجميع صراحه. زين بشكل موجز لان الوقت خلاص يعني عندنا وايد صار قصير، تكلمنا عن ازدحام مروري وهل في ابحاث
وصلتوا لها حق هذا الازدحام؟ الازدحام المروري لازم تعرف احنا مشكلة عندنا مو بس المرور، احنا في دول العالم منظومة كاملة، مواصلات بلدية، اشغال، هي الطرق الحين حديثة، من 22 من 88 ل 2010 ولا مشروع خدمي على الطرق، البشر تزيد والمركبات تزيد، لازم يصير في زحمة. احنا حطينا من دراسات قبل، اشوف الحين الطرق الحديثة خففت شيء كبير، هذا جانب. الجانب الثاني احنا مشروع لازم يعدل السلوك المروري، قانون المرور من 76 السلوك واحد، بأي يتغير لازم يتغير، لازم في تغليظ العقوبة، لأن نظرية العقوبة أماتن أكون صريح وياكم في هالبلد أقوى من نظرية التوعية. لما تقول لا تخالف أدفعك 500 دينار يوقف، بس بالتوعية ما يمشي، محتاج حتى الرسوم التي تقدم صراحة، أو المركبات، تملك المركبات بالنسبة للمقيمين لازم يكون عليها رسم، كل دول العالم أحيان خمس دنانير الطابع 19 دينار تاني. إذن هذه أفكار هي وزارة الداخلية، واليوم العقيد خالد يطرح مثل هذا الموضوع، فبالتأكيد أن هذا الموضوع مطروح على طاولة القياديين بوزارة الداخلية لتباحث هذا الأمر، فعليكم أنكم تستشفون ما هو القادم من قوانين ومن قرارات متعلقة في المخالفات ومتعلقة في رفع مبالغ المخالفة للمخالفين. الناس في ناس ملتزمة كثير الأمانة، لكن لازم العقوبة حق الشخص اللي خالف ويتعمد المخالفة. شكرا لضيوفنا العقيد خالد عبد الله العدواني رئيس المكتب الفني بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك. الله يجزاك خير، بارك الله فيك. والشكر أيضا موصول للمقدم ناصر عبد العزيز الرئيس، رئيس قسم التخطيط والإدارة العامة للمرور، شكرا لك. عفوا، شكرا لكم. شكرا، كل الشكر لضيوفنا، مستمرين معكم بعد الفاصل مع أهالي خيطان.